يوم 13 يونيو سنة 1980 الدكتور يحيى المشد واللي كان وقتها واحد من أهم العلماء في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية داخل فندق الماريديان في باريس علشان يجهز شنطه قبل ما يرجع العراق. خلاص خلص مهمته في باريس واشترى هدايا زوجته وأولاده، ولده بنتين بالمناسبة، وطلع غرفته في الدور الأخير من الفندق علشان يجهز شنطه. لكن بمجرد ما وصل الأسانسير دخلت وراه بنت جميلة اسمها ماري ماجال. حاولت تغريب كل الطرق لكن ما استجبش، مشيت وراه لحد غرفته وهناك حاولت تدخل معاه لكن قفل الباب في وشها. وقفت شوية تحاول تكلمه من ورا باب الغرفة لكن برضه مفيش نتيجة، لحد ما شوية ووصل واحد طول بعرض حط ايده على كتف ماري ماجال وقال لها كفاية كده مهمتك انتهت. يا ترى مين ده؟ مدير امن الفندق مثلا؟ الاجابه طبعا لا، ده كان رئيس فرقه الاغتيالات في الموساد، وخبط هو على باب غرفه دكتور يحيى المشد وطلب يتكلم معاه. دكتور يحيى المشد فتح له الباب، افتكر انه حد من المسؤولين الفرنسيين المسؤولين عن المفاعل النووي العراقي اللي هو موجود في باريس اصلا علشان يناقش تفاصيل تشغيله، لكن فوجئ بان الراجل بيقول له انت ما تعرفنيش، ده احنا اولاد عم، احنا عاوزينك تتعاون معانا بالمقابل اللي تطلبه. اي مبلغ تطلبه مستعدين ندفعه كاش وفي الوقت والمكان اللي تحدده. لكن فوجئ الراجل بان دكتور يحيى المشد بيطرده وهو بيقول له بره يا كلب انت واللي مشغلينك. الراجل بكل هدوء خرج من الغرفه بعد ما حس ان خلاص مفيش فايده من الكلام او الاغراء مع دكتور يحيى المشد. طيب عمل ايه بعد كده؟ عمل مكالمه من تليفون الفندق وخرج على المطار يرجع تل ابيب، وبعد نص ساعه تقريبا كان اتنين من عناصر فرقه الاغتيالات بيفتحوا باب غرفه دكتور يحيى المشد بماستر كي الفندق. بمجرد ما شافهم داخلين عليه واحد هجم عليه والتاني شال أباجورة الأوضة وضربوا بيها على دماغه ضربتين كانوا سبب كافي انه يقابل وجه كريم في نفس اللحظة، وسابوه على سرير الغرفة وحوالين منه الهدايا اللي اشتراها لزوجته ولأولاده. لكن قبل ما يخرجوا من الغرفة دخلوا الحمام وسحبوا فوطة من الفوط وعلموا عليها بقلم روج ورشوا عليها شوية باودر ميك اب بحيث يبان لفريق البحث الجنائي اللي هيحقق في الجريمة ان كان في بنت في الغرفة وان علاقة غرامية جمعت بين البنت ودكتور يحيى المشد، وبالتالي تكون النتيجة اللي ممكن اي حد يتوقعها ان الجريمة حصلت مثلا بسبب ان زوج البنت اكتشف خيانتها وارتكب جريمته بسبب الغيرة، او ان البنت نفسها هي اللي ارتكبت الجريمة بسبب انها اختلفت مع دكتور يحيى المشد على الفلوس مثلا. المهم يكون اي تفسير بعيد عن الموساد. وفعلا تاني يوم وبعد ما عملت النظافة في الفندق اكتشفت الجريمة ووصلت الشرطة. شوية وخرج ضابط فرنسي من الغرفة وهو شايل الفوطة اللي عليها روج وهو مبتسم وبيقول انها جريمة عاطفية. قد ايه كان ضابط عبقري، يا فرحة فرنسا بيه. وهنا حضرتك تسأل سؤال مهم، هو ليه ما تمش اكتشاف الجريمة غير تاني يوم؟ اقول لك لان عناصر الموساد بعد ما خرجوا من الاوضه علقوا على الباب ورقه مكتوب عليها ممنوع الازعاج. تقول لي ولما الورقه متعلقه ليه عامله النظافه دخلت الاوضه؟ اقول لك لان لو الورقه فضلت متعلقه لفتره تزيد عن يوم كامل من حق الفندق انه يدخل الغرفه علشان يطمن على الناس الموجوده في الغرفه. لكن الاغرب هو ان الشرطه الفرنسيه ما اعلنتش عن الجريمه غير بعد 4 ايام من وقوعها، وده دل فهو يدل على ان السلطات الفرنسيه كانت في مشكله كبيره، مشكله اكبر من انها تعلنها. ليه؟ هقولك. لكن السؤال الأهم هو ليه المخابرات العراقية ما أمنتش يحيى المشد؟ وليه أصلا مصر تفرط في عالم بالأهمية دي وتسيبه يدور على شغل في أي دولة تانية حتى ولو كانت دولة عربية؟ وعملت إيه مصر والعراق وفرنسا بعد ما تم اغتياله؟ خدوا حقه ولا زيه زي اللي قبله؟ هقولك. دكتور يحيى المشد اتولد في بنها سنة 1932، اتعلم في مدارس طنطا وتخرج من قسم الهندسة في جامعة اسكندرية، ولأن كان ترتيبه التالت على الدفعة ففاز ببعثة لجامعة كامبريدج في بريطانيا سنة 56. لكن بسبب العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 واللي كانت بتقوده بريطانيا نفسها، فالبعثة اتلغت وتم استبدالها ببعثة تانية لروسيا. وسافر يحيى المشد لروسيا اللي قضى فيها 6 سنين مع زوجته اللي اتجوزها قبل السفر مباشرة، ورجع من روسيا دكتور يحيى المشد واحد من أهم علماء التصميم والتحكم في المفاعلات النووية. انت بقى لو رئيس اي بلد في الدنيا، بلدك مستهدفة من فلان وعلان وبتحاول تبني جيشك وتعيد تسليحه، تعمل ايه لما فجأة تلاقي نفسك بتمتلك واحد من أهم علماء التصميم والتحكم في المفاعلات النووية؟ تعمل ايه؟ فكرت؟ ولا حاجة ولا حاجة. الراجل رجع ملقيش اي تقدير ولا اي مقابل مادي يساعده انه يبني اسرة او يوفر لنفسه ولاسرته حياة كريمة. حتى لما اشتغل في هيئة الطاقة الذرية المصرية اللي انشاها رئيس جمال عبد الناصر ما كانش فيه تقدير مادي، وحتى لما اشتغل في قسم الهندسة النووية في جامعة اسكندرية واللي برضه انشاه رئيس جمال عبد الناصر ما كانش فيه اي تقدير مادي. فضل يصبر في نفسه ويقول بكرة تتعدل، بكرة الامور تتظبط،
لكن كان زيه زي باقي المصريين شايف الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر عمالين يتخانقوا على الحكم، ومحدش مهتم باللي هو بيعمله او بيحلم بيه، لحد ما بقى رئيس قسم الهندسه النوويه سنه 68، يعني بعد نكسه 67 بسنه كامله. لقى البلد من سيء لأسوأ. الراجل خلال فتره شغله في مصر اشرف على 30 رساله دكتوراه، ده غير تقديمه ل 50 بحث علمي في مجال تصميم المفاعلات النوويه والتحكم فيها. لكن كان مصير كل ابحاثه الدرج. يعمل ايه؟ يفاجأ بعقد عمل جايله من النرويج، وفعلا خد زوجته وطار على النرويج، وبدأ فعلا يلاقي العائد المادي اللي كان بيدور عليه. مش بس كده، دي النرويج عرضت عليه تمنحه الجنسية ويعيش فيها للأبد. حد هنا من حضراتكم يقول أكيد بما إنه بيدور على الفلوس يبقى وافق على الجنسية النرويجية. أقول لك طبعا لا، مش معنى إنه دور على مقابل مادي يعيش منه هو وأسرته إنه خاين أو حتى عنده استعداد للخيانة. أنت وكل الناس من حقها تاخد مقابل مجهودها وتعبها. اتخليت عن مقابل برغبتك دي حاجة ترجع لك، لكن مش معنى انك طلبت مقابل مجهودك انك تبقى خاين. طيب هل في دليل على الكلام ده؟ اقول لك هو ده السؤال الصح. خلال فترة اقامة دكتور يحيى المشد في النرويج لاحظ ان في حملات منظمة للترويج لاسرائيل ضد فلسطين، فما كان منه الا انه انتهز فرصة ندوة مفتوحة هو واحد من المتحدثين فيها، والقى خطبة كاملة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودي كانت بداية التضييق على دكتور يحيى المشد في النرويج. بدأ اسلوب معاملته يتغير بشكل ملحوظ، فقرر انه يرجع مصر تاني حتى ولو على حساب المقابل المادي اللي كان بيدور عليه. بعد شوية وقت وتحديدا سنة 1975 العراق كانت وقعت عقد مع فرنسا لإنشاء مفاعل نووي عراقي، عملنا حلقة كاملة عنه وإزاي سلاح الجو الإسرائيلي ضرب المفاعل العراقي. المهم بدأت العراق تدور على علماء عرب يشغلوا المفاعل، وطبعا مين أشهر عالم عربي في الوقت ده؟ دكتور يحيى المشد. فوصل له عرض من العراق وفعلا وافق عليه وسافر على بغداد. لكن لحد اللحظة دي كان يحيى المشد بالنسبة للعراق مجرد عالم من ضمن العلماء الكتير اللي استعانت بيهم لتشغيل المفاعل العراقي، لحد ما حصلت حاجة غيرت وجهة نظر العراق لدكتور يحيى المشد تماما، واعتبرته واحد من أهم وأخطر العلماء اللي بيشغلوا المفاعل العراقي. إيه اللي حصل؟ أحكي لك دلوقتي. فرنسا زي ما قلت لك هي اللي كانت بتبني المفاعل العراقي، وهي اللي صنعت قلب المفاعل، وعلشان تبعته للعراق شحنته في مخزن من مخازن مينا فرنسي علشان يبقى جاهز في انتظار السفينة اللي هتنقله لبغداد. وخد بالك هنا إن المعلومات اللي بنقولها دي المفروض سرية، دي مش شحنة فوانيس رمضان، دي قلب مفاعل نووي. لكن الغريب ان قبل شحنه للعراق بساعتين يقدر عملاء من الموساد انهم يدخلوا المينا الفرنسي ويحددوا مكان المخزن اللي فيه قلب المفاعل ويزرعوا ألغام ويفجروا المخزن. وهنا سؤال، هم عرفوا المعلومات دي منين؟ دي العراق نفسها اغلب الظن ما كانتش تعرف مكان المخزن اللي فيه قلب المفاعل، ده غير ان المخزن بتأمنه السلطات الفرنسية، فازاي عملاء الموساد قدروا يوصلوا له؟ هل حصل تعاون بين المخابرات الفرنسية والموساد؟ هل الموساد قدر يجند حد من هيئة الطاقة النووية الفرنسية؟ هل الموساد ضرب الودع فقدر يعرف مكان قلب المفاعل ويوصله؟ محدش يعرف. المهم وصلوا للمخزن وفجروه، لكن لحسن الحظ ان المخزن ورغم انه اتكسر 100 حتة الا ان قلب المفاعل اتأثر تأثير بسيط من الانفجار، وكان سهل انه يتصلح من جديد. لكن هنا حس رئيس فرنسا واللي وافق على بناء المفاعل النووي للعراق انه في مشكلة. الاولى مع العراق، لان تفجير قلب المفاعل ده لو كان نجح فعلا كان زمانه خسر عقود تسليح اللي مضاها مع صدام حسين، ولو صلح قلب المفاعل من جديد ووداه العراق المجتمع الدولي هيتهمه بانه بيساعد في انتشار السلاح النووي. طيب هيعمل ايه؟ قال لك امسك العصاية من النص. المفروض الاتفاقات اللي من النوع ده بتتم بعينات، يعني مثلا احنا اتفقنا على يورانيوم بنسبة تخصيب معينة، فيبعت لك عينة من اليورانيوم المخصص بده علشان توافق عليها او ترفضها، والعينات دي اللي بيراجعها العلماء المختصين اللي عندك واللي من بينهم دكتور يحيى المشد. فالرئيس الفرنسي بعت للعراق عينة من اليورانيوم اللي المفروض الخبراء الفرنسيين هيشتغلوا بيه، وكان اسمه كراميل. لكن يفاجئ دكتور يحيى المشد بان نسبة تخصيب عينة الكراميل ده 7% بس، في حين ان العراق موقع عقود على يورانيوم بنسبة تخصيب توصل ل 94%. حضرتك تقول لي طيب وايه الفرق؟ اقول لك لا، الفرق كبير، وشرحنا موضوع تخصيب اليورانيوم ده في حلقة المفاعل النووي المصري. نسبة التخصيب 7% تقدر من خلالها تولد طاقة عادية، لكن ما تمكنكش من تصنيع سلاح نووي. أما نسبة تخصيب الـ 94% هي اللي من خلالها تقدر تصنع سلاح نووي. وهنا العراق اعترضت وقالت احنا بينا عقد لازم فرنسا تلتزم بيه، وفي نفس الوقت ثقتها زادت في الدكتور يحيى المشد اللي كان أمين في نقل الحقيقة للسلطات العراقية لما قال لهم ان نسبة تخصيب الكراميل مش نفس النسبة اللي اتفقنا عليها مع فرنسا. لكن طبعا مين واقف ومراقب المشهد من بعيد؟ الموساد. طيب هنا الموساد يعمل ايه؟ قال لك حاجة من اتنين،
إما إننا نجند عملاء المفاعل النووي العراقي علشان نصفيه على الهادي، أو إننا نصفي المفاعل بالعلماء اللي فيه ونخلص. وبالتالي كانت الخطوة الأولى هي محاولة تجنيد العلماء. هنوصل للعلماء جوه العراق إزاي؟ قال لك بسيطة. هو مين أهم عالم في المفاعل؟ قال لك دكتور يحيى المشد. قال لك تمام، احنا نخلي الخبراء الفرنسيين يستدعوا لباريس علشان يفحص عينة اليورانيوم الجديدة، وبمجرد ما يوصل نبدأ معاه مرحلة التجنيد. حضرتك تقول لي وهو الموساد بأي حق يطلب من الخبراء الفرنسيين انهم يستدعوا دكتور يحيى المشد؟ اقول لك علمي علمك، لكن برافو عليك، لان ده في حد ذاته سؤال مهم. العينة كان ممكن تتبعت للعراق ويتم فحصها هناك، او اي حد من المفاعل العراقي يسافر باريس ياخدها ويرجع بيها على بغداد تتفحص هناك. لكن ليه طلبوا دكتور يحيى المشد تحديدا ان هو اللي يسافر يستلمها؟ ده سؤال مهم ممكن يساعدنا في الربط بين الخبراء الفرنسيين وجهاز الموساد، خصوصا وان زوجة دكتور يحيى المشد سمعته قبل ما يسافر باريس بيقول في التليفون للخبراء الفرنسيين اللي طلبوا منه يحضر بنفسه علشان يستلم العينه انه يقدر يبعت خبير من المفاعل العراقي يستلم العينه. لكن الخبراء الفرنسيين رفضوا، ولما سألهم ليه أنا بالذات اللي لازم أحضر واستلمها بنفسي، ردوا عليه وقالوا له إنهم عاوزين يتأكدوا إن كل حاجة مظبوطة. وبتقول زوجته إنها حست بإن في حاجة غلط وإن الموضوع ما يطمنش، وفعلا قالت لزوجها دكتور يحيى المشد إنها خايفة من السفرية دي، لكن رد عليها وقال لها إنه مستعد يعمل أي حاجة علشان مشروع القنبلة النووية يكمل، حتى ولو هيضحي بروحه. في الوقت ده ولما الامور بدات تتازم، خصوصا بعد تفجير المخزن الفرنسي اللي جواه قلب المفاعل العراقي، استقبل دكتور يحيى المشد تليفون من واحد صاحبه في مصر اسمه الدكتور فاضل محمد علي، واللي بعد كده تولى منصب رئيس الاتحاد العربي للفيزياء الحيويه. دكتور فاضل كان صديق مقرب من دكتور المشد وبيخاف عليه، ونصحه ان كفايه كده يا يحيى وارجع مصر، نهايه الامور شكلها مش حلو، خصوصا وان التاريخ بيفكرنا مثلا باغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، واللي حكينا قصتها في حلقة منفصلة تقدر ترجع لها. لكن دكتور يحيى المشد رد على صديقه دكتور فاضل وقال له جملة واحدة من اربع كلمات: مصيبة متوقعة او كرب محقق. وهنا انتهى كلامهم، وكان واضح ان دكتور المشد اختار طريقه ومصمم انه يكمله. بتحكي زوجته السيدة زنوبة الخشخاني وبتقول: يحيى المشد ما كانش نرجسي ولا يحب يتكلم عن نفسه، وبالمناسبة ده نفس الوصف اللي وصفه بيه رئيسه في الجامعة التكنولوجية العراقية دكتور منذر التكريتي، ودي الجامعة اللي اشتغل فيها دكتور المشد قبل ما يتنقل للمفاعل النووي. المهم بتكمل زوجته السيدة زنوبة الخشخاني وبتقول: عمره ما تكلم عن نفسه ولا مدح نفسه، لكن ليلة سفره الأخيرة لباريس قال لها جملة مش قادرة تنساها، قال لها: أنا يا زيزي مش أي حد، ولازم أقول للعالم كله اني مش اي حد. وهنا انا وانت كمستمعين للقصة نقدر ندرك ان جملة زي دي معناها ان دكتور المشد وصل في مشروع النووي لمرحلة تكاد تكون الاخيرة، خلاص قدر يحقق انجاز محدش غيره قدر يحققه، وده نفس الاحساس اللي كان واصل للموساد واللي خد قرار فعلي بضرورة التصدي للمشروع النووي العراقي، اما بالتجنيد او التصفية. خلص دكتور المشد شغله في باريس ورجع فندق الميريديان بهدايا زوجته واولاده علشان يجهز شنطه ويرجع على العراق، لكن فوجئ ببنت بتحاول تغريه علشان تدخل معاه غرفته وتقضي الليلة معاه، لكنه رفض. بعدها خبط على باب غرفته رئيس فرقة الاغتيالات في الموساد علشان يحاول يجنده، لكن شتمه وطرده. مفيش نص ساعة ودخل غرفته عنصرين من فرقة الاغتيالات بالماستر كي الخاص بالفندق، وضربوه على دماغه بالاباجورة، وعلموا على فوطة الحمام بالروج والميك اب علشان تبان انها جريمة عاطفية. لكن المفاجأة ان البنت اللي حاولت تغريه في الاسانسير قالت في التحيات المبدئية ان دكتور المشد رفض يدخلها غرفته، فتقوم البنت نفسها تخبطها عربية في الشارع بمجرد خروجها من بار في منطقة فتيات ليل، ودي كانت الشهادة الوحيدة في القضية. فتقوم جريمة اغتيال دكتور يحيى المشد تتأيد ضد مجهول، وجريمة اغتيال البنت نفسها فتاة الليل اللي اسمها ماري ماجال هي كمان تتأيد ضد مجهول، لانهم لما دوروا على العربية اللي خبطتها محدش قدر يوصل لها ولا يوصل للسواق اللي خبطها. طيب بعد كل القصة والتفاصيل دي انا وحضرتك وكل الدنيا عرفنا مين اللي اغتال دكتور يحيى المشد. حضرتك تقولي لا ثانية واحدة، هو احنا مش ممكن نكون ظالمين الموساد وحد تاني يكون هو المسؤول عن اللي حصل؟ اقول لك طبعا عندك حق، لكن خليني اقول لك ان اللي قال كده هو رئيس فرقة الاغتيالات نفسه في مذكراته اللي نشرها سنة 2000، فهو نفسه اللي اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، ده غير اعتراف الموساد في فيلم وثائقي انتجوه عن ضرب المفاعل العراقي. لكن طبعا الاعتراف ده بالنسبة لهم بطولة، هم كده أبطال في عيون شعبهم وحكومتهم، كفاية إنهم خلصوا إسرائيل من خطر امتلاك دولة زي العراق للسلاح النووي. وهنا تعالى بقى نرجع للسؤال المهم، بعد ما عرفنا وتأكدنا من مرتكب الجريمة اللي خسرنا واحد من أهم علمائنا
واللي كان ممكن يكون سبب في تغيير مستقبل العرب والمنطقة كلها. تفتكر رد الفعل المصري والعراقي والفرنسي كان ايه؟ يعني خدوا حق دكتور يحيى المشد مثلا؟ ولا ما كانش حد فاضي زي ما حصل في اغتيال علامة الذرة المصرية سميرة موسى؟ اقول لك سؤالك جميل وعظيم لكن بيقلب عليه المواجع. خلينا نجاوب. الاغتيال حصل سنة 1980، يعني مصر كانت لسه موقعة معاهدة السلام مع اسرائيل، والرئيس سادات ما كانش عنده اي استعداد يبوظ معاهدة السلام. لسه خارجين من حرب صرفنا فيها اللي ورانا واللي قدامنا وما صدقنا استردنا ارضنا، مش معقول ندخل في صدام جديد، خصوصا وان دكتور يحيى المشد وقتها كان بيشتغل لحساب دوله تانية اللي هي العراق. طيب الدوله التانية اللي هي العراق عملت ايه؟ اتصلت ارمله الدكتور يحيى المشد بالرئيس صدام حسين وكانت في العراق وقتها، وطلبت انها تقابله. الراجل رحب بيها جدا وقال لها اهلا بيكي في بلدك يا اختي، احنا كلنا جنبك، تقدري تشرفيني بكره الساعه 6 بعد الظهر. وفعلا راحت في الميعاد ومعاها بنتها لميا، استقبلهم بنفسه وقعدوا الثلاثة جنب بعض، السيدة حرم الدكتور المشد في ناحية وبنته لامية في ناحية والرئيس صدام في وسطهم، وفرد ايده على اكتافهم زي النسر، ده وفقا لوصف السيدة حرم دكتور المشد، وقال لهم انا فقدت اخ عزيز عليا وهو الدكتور المشد، لو طلبتم روحي ما تفدهوش، لو طلبتوا تقعدوا معانا في العراق ابنلكم قصر جنب قصري، اللي تطلبوه يجاب، امركم نافذ. لكن انتهت المقابلة بان الاسرة هترجع تعيش في مصر، فقرر الرئيس صدام حسين انه يصرف لهم معاش مدى الحياة قيمته 300 دينار، وتلف الايام وتدور ويوقف المعاش بعد حرب الخليج، وتدخل العراق نفسها دوامة جديدة حضراتكم كلكم عارفينها. اما فرنسا فعملت نفسها من بنها جريمة وتأيدت ضد مجهول والموضوع خلص. وبالتالي حضرتك بتلاقي نفسك قدام سيناريو مكرر لاغتيال اي عالم مصري يقول انا موجود، انا اقدر اساعد بلدي. ضاع حق دكتور المشد زي ما ضاع من قبله حق دكتورة سميرة موسى، وضاع من بعدهم حق شهداء طائرة مصر للطيران الرحلة 990 اللي وقعت في المحيط، واللي برضو عملنا عنها حلقة كاملة اسمها ضرب طيارة مصرية. صحيح دلوقتي وضع البلد امنيا اتغير وبقى احسن واقوى، لكن السؤال هل ممكن نشوف في مصر يحيى المشد من تاني وسميرة موسى من تاني؟ والسؤال الأهم، هل امتلاك الرؤوس النووية لازم يبقى من خلال تصنيعها؟ يعني انك تبني مفاعل نووي يتخصب يورانيوم والدنيا كلها تعرف، ولا ممكن تشتري رؤوس نووية عادي؟